كريستين، بحب أعرفك على دكتور أسامة أياد، أخصائي أمراض جلدية وتجميل. كريستين اللي خبرتك عنها هي هلأ عم نعمل لها بيتها، إن شاء الله بيطلع بيتي كتير حلو، وهلأ هي أنسان. فشو بدنا نعمل لها كريستين؟ أول شيء نحن بنعمل شيء اسمه سكين أنالايزر. سكين أنالايزر هي عبارة عن مشين نحط فيها وجهنا وبتاخد صورة 3D للوجه، وبهالطريقة بتفرجينا المشاكل الموجودة بالبشرة اللي نحن ما بنشوفها بالعين المجردة. يعني بتعطينا قديش في عنا تجاعيد، وين في عنا تجاعيد، وقديه النسبة، وين في عنا تصبغات، وقديه نسبة التصبغات، وين موجودين، وغيرهم كتير من التفاصيل، سكين تون، قديش عنا مسامات، بالإضافة لعمر البشرة قديش. وعأساسه نحن منقرر شو بدنا علاج للبشرة. كمان حنعمل لك هايدرا فيشل، تنظيف بشرة، حتصير وجهك يدور مرة. اوكي، انا شايفه وجهه كتير تعبان على فكرة، وكتير فيه حبوب. وهذا حيكون هدفنا، هذا حيكون هدفنا، تنعطيك جلو حلو. تفضلي. تفضلي معي. وهي الريزولت اللي بنشوفها قدامنا. بنطلع نحن عنا هون بشرة جاي على بشرة ضعيفة على البور. بنطلع قديش عمر البشرة؟ 32. انت قديش عمرك؟ 26. هذا الشيء بدل على انه بشرتك كتير تعبانة. بنطلع اكتر شيء عنا نسبة تجاعيد بالاضافة للتصبغات والسنسيتيفيتي. سنسيتيفيتي يعني انت على بشرتك كتير حساسة. بنطلع وين موجودين التجاعيد؟ موجودين على التشيكس. على التشيكس هولي بنعمل لهم جلسات مايكرونيدل. هلا بس تخلصي حبليك ان شاء الله بكون كل شيء ميسر، نعمل لك مايكرونيدل لنتخلص من هول السكارز الموجودين هون، بالاضافه لمنطقه الجبين نلجا للبوتوكس لنشيل هول التجاعيد. هلا بنعمل هايدرا فيشل، تنظيف بشره. يلا هلا بدنا نعمل تنظيف بشره، ومن بعدها ما خلصنا انا وياك، مشوارنا اليوم طويل، نهارنا طويل. عندك شيء؟ لا. يلا بنخلص وبروح كزدوره انا وياك. ميرسي دكتور. ميرسي كثير لك. تفضلي. هيدا الوقت لكريستين من دون هم أو تفكير، حقها تاخد نصيبها من الاهتمام والجمال والدلال. رح نتركها تخضع لجلسات العناية بالبشرة ونرجع منكمل المشوار. ما بتكمل الإطلالة من دون التسوق وشراء تياب جديدة، وهون ترافقوا داليا وكريستين وعملوا برمي لاختيار الأنسب، خاصة أنه كريستين حامل بالشهر الخامس، وبالتالي لازم تختار يلي بناسبها خلال هالفترة من الحمل. وصلنا للحظة الحاسمة، لحظة وضع اللمسات الأخيرة على بيت كريستين، اللي فينا نقول إنه أخذ وقت وجهد كبير من فريق داليا والتجديد، لأنه اضطروا يبلشوا من الصفر، من الحيطان للبواب للشبابيك للدهان، وأكيد التفتيش على الفرش اللازم، من صالون لغرف النوم، برادة، سجاد، ومختلف الأكسسوارات يلي بتضيف لمسة جمالية.
مش باقي إلا وصول عائلة كريستين وردة فعلهم على التحول الكبير اللي صار ببيتهم من بعد كل الأعمال. أهلا وسهلا. عن جد كتير رائح. أنا مصدومة من وقت ما دقيت الباب وفتحت لي مدام داليا الباب، ويعني من فرحتي دموعي لحالهم هن نزلوا. عن جد يعني شيء كتير روعة، يعني مصدومة. كنتي بتتوقع إنه يطلع هيك البيت؟ للصراحة لا. حبيتي كل شيء عملناه بالصالون؟ كتير كتير يعني رائح. حتى الكهرباء غيرناها، غيرنا كل شيء بالبيت. يعني بدك تشوفي شو عملنا جوا؟ ايه اكيد. شو بتتوقع يكون فرشنا لك البيت كله او لا؟ والله للصراحة يعني حاسسني قلبي، بس انه ما بعرف شو بدي اقول لك. طيب بدك نفوت لجوا؟ ايه يلا. عن جد واو كثير حلوة. يعني كنت بتتوقعي اعمل لك غرفة للاولاد؟ لا للصراحة هيدي مانا غرفتك صراحة. وبدي فرجيك جبنا لك ادوات كهربائيه كمان ما بدنا ننسى، بس هيدي الغرفه رح تكون اختك هلا عم تنام عندك. انا عرفت صح؟ مزبوط. يعني فيك تنامي هون لوقت ما يجي البيبي الثاني. اوكي بدك تشوفي يعني الادوات الكهربائيه. انا اكيد ما نسيت جيب لك غسالة وبراد وفرن لأنه بعرف ما كان عندك. مزبوط. أوكي؟ فجبنا كل شيء، المطبخ صار جاهز. شكراً كثير، عن جد ما بعرف كيف بدي أتشكركم. بدك تشوفي غرفتي كيف طلعت؟ إيه أكيد. يلا. وهيدي غرفة نومك؟ عن جد واو، يعني الصدمة علي كثير كبيرة للصراحة. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني عن جد مني حابه اتذكر باللي انا اللي كنت فيه. صار يمكن عندي تخت مريح ارتاح انا عليه. بدك تجربي؟ بدك تعدي تجربي التخت شوفي اذا مريح؟ يلا عادي. ليه كيف كان تختك القديم؟ انا ما بتذكر صراحه. الصراحه مش تخت، ما بيتسمى تخت. يعني بيتسمى حدايد وطالعة. ما بدنا نتذكر كيف كان البيت، المهم هلأ يكون حبيتي كل شيء عملنا لك. أكيد حبيت كل شيء عملتولي. بعد ناقصك شيء بقلب البيت؟ لا يسلم هالدايات. حتى كمان أنا جبت كادو صغير للبيبي ما نسيته. أوكي؟ أنت قلتي لي إنه عرفتي شو معك يمكن بنت، فأنا حبيت جيب لك هيدا. ثانك يو عن جد ثانك يو. طيب هلأ أنا وياكي بدنا نفوت نقعد شوي بالصالون، نحكي شوي صغيرة وأتركك ترتاحي. ماشي حبيبي. من الصدمة اللي أنا فيها اللي هي عملت لي إياه بالبيت كتير يعني مصدومة، ويمكن بعدني لهلأ شوي مصدومة، لأنه يعني ما كان بيت بيتي وصار بيت بفضله لمدام داليا وبفضل الميماء كمان. كريستين إن شاء الله عجبك كل شيء عملنا لك إياه بالبيت. هو كتير حلو، يعني أنا ما تخيلت هيك بحياتي، ما شفت هيك يعني إشياء. يعني ما بعرف كيف بدي اتشكركم من قلبي وربي. انا يعني كنت متأملة انه صالون او شيء، بس ما توقعت انه كمان اوض نوم، وغيرتوا حياتي وحياة عائلتي. والله يرزقكم دايما لحتى تضلكم تساعدوا العالم المحتاجة حبيبتي. ومرسي كتير لألكم عن اللي عم تعملوه واللي عملتولي. يعني انا بفضلكم صرت هلأ هون بهيك بيت بهيك قصة بهيك شيء، يعني فرش وكل شيء يعني اللي صار. يعني من فرحتي مش قادرة أعبر باللي بدي أقوله. وقديه أنت تغيرتي علي على فكرة، أول مرة جيت لعندك على البيت شيء وهلأ حدا تاني. إن شاء الله بدي أشوفك على طول بهيدا اللوك الحلو.
ان شاء الله يا رب ان شاء الله هذا الشيء. بتكوني هيك مبسوطه مش مثل اول زياره جيت لعندك؟ قد ايه كنتي زعلانه وقد ايه بيتك كان يعني صراحه؟ انا لما فتت لعندك على البيت كنت عم بحكي انا وزياد والشباب اللي بيشتغلوا معي انه كيف قاعدين بهيك بيت، انه هيدا بيت مهجور حسيته، منه بيت خارجي ينسكن فيه يكون بقلبه عائله واولاد. فحبيت اعمل لك انا البيت كله، انه عاده نعمل يمكن غرفه وصالون مثل ما انت عم تقولي، بس انا حبيت افرش لك البيت كله كرمال ابنك ينام باوضه مريحه، وهلا جايكي ولد جديد، لهيك حبيت اعمل لك غرفه نوم للاولاد وغرفه لإلك كبيره ومريحه، وهيدا الصالون نقيت الالوان حسب القياسات اللي اخذناها، حبيت يكون الالوان فاتحه لكل شيء يكون حلو بهيدا البيت. يعني أنا للصراحة ما بعرف شو بدي أقلك، يعني بدي أتشكرك من قلبي، ومن كتر فرحتي حاسة حالي إنه دموعي لحالهم بدهم ينزلوا، يعني متأثرة باللي أنا شايفيته واللي شفته. يعني للصراحة يعني حاسة حالك هلأ نقلتي على بيت جديد؟ إيه. شفتي قد يعني تغير؟ يعني مش بيت، يعني كأني عايشة هلأ بقصر. يعني خبرينا عن قبل وبعد. قبل كيف كان البيت؟ يعني ما بينشاف، ما بينطاس، يعني شفتي كيف كان. ويعني قد ايه كان زعجك البيت قبل وقد ايه كان زعجك الصالون وغرفة النوم وكل شيء؟ كل شيء، يعني كثير، يعني اكثر ما بتتخيلي. يعني انه انا مني مصدقه انه كان صوفاتي كلها مكسرين، يعني هلا انا قاعده على صوفة بس كاني قاعده بالخيال، يعني مرتاحه نفسيا ومعنويا وكل شيء. يعني فيي اقول لك هلا مبروك بيتك جديد وصار فيكي تعدي ببيت مريح، تكون نفسيتك مرتاحه انت وعائلتك. هلا انا صار بدي وضعك واقول لك مبروك بيتك جديد، يعني كل شيء ببيتك صار جديد، وحاتركك ترتاحي انت وعائلتك، فيك تعيطي لهم يتفرجوا على البيت اللي عملنا لكم اياه. وان شاء الله بنرجع بنلتقي ان شاء الله يا رب عن قريب. أول ما وصلت على بيت كريستين قلت لفريق العمل اللي معي إنه كيف في ناس قاعدين بهيك بيت؟ يعني بيتهم صراحة منه مؤهل لينسكن فيه، ما كان بيت، ما كان فيه فرش، كانوا بيناموا على فرشة على الأرض، ما كان فيه خزاين، الحيطان كان كلها نش ورطوبة. لهيك طلبت من الفريق اللي معي إنه نعمل له شيء كتير حلو بالبيت، أخذنا قياسات بطريقة كتير صح إنه ينفرش البيت، الصالون نقيت اللون أنا، البرادي انا نقيتهم من عند دخل الله، الفراشات، الكوفرولي، كل شيء بقلب البيت انا اخترته انا وفريق العمل ليطلع لها بيت كثير حلو مثل ما هي بتحلم ومثل ما هي بدها. فعملت لها غرفه نوم زياده لابنها وللمولود الجديد اللي بده يجي على الطريق، غيرت لها بشكلها كمان، بوجهها، بشعرها، اهتمينا بادق التفاصيل فيها لتكون نفسيتها مرتاحه وتبلش حياة جديدة بهيدي الحلقة وبهيدا البيت الجديد. هيدي كانت حلقتي لبيت كريستين، بتمنى تكونوا حبيتوا كل شي عملناه لها مثل ما هي حبيت.